الكتاب هو بيتكلم عن موسيقى الأفلام. ما فيش تقريبا حد في مصر بيتكلم عن موسيقى الأفلام بالتحديد. فأنا الفكرة كانت عجباني لأن أنا أصلا بحكم دراستي في الكونسرباتوار درسة موسيقى طبعا بشكل أكاديمي، فبهتم دايما بالموسيقى. والسينما فن موجه للناس كلها، بتأثر على تقريبا يعني ممكن نقول أكتر من 60 يعني في المية من سكان الكرة الأرضية، وليها تأثير حقيقي سياسيا واجتماعيا تربويا وفي كل يعني المجالات. فحبيت العلاقة اللي بين الموسيقى والسينما، يعني الربطة اللي بين دي وبين دي الحقيقة كانت مهمة. الشكر واجب للأستاذة الدكتورة رانيا كان مؤلفة الكتاب على هذه القيمة العظيمة والإنجاز العلمي الجميل. يوسف شاهين اللي بيميزه عن غيره إن هو كمان كان دارس موسيقى، وكل أفلامه من أول أفلامه لغاية آخر فيلم ليه دايما هنلاقي إن الموسيقى بتلعب دور كبير ودور مهم جدا في أفلامه، ولدرجة إن ممكن يكون يعني الأغنية أو الموسيقى سبب رئيسي أو جوهري لنجاح الفيلم. فكان مش ممكن إن إحنا نغفل الموسيقى بتاعت أفلام يوسف شاهين. وطبعا يوسف شاهين أصلا علامة من علامات السينما المصرية والعربية والعالمية كمان. تمام يا فندم. في نوع معين من الموسيقى كان غالب على أفلام يوسف شاهين؟ الموسيقى الكلاسيك هو كان بيعتمد يعني بشكل كبير على الموسيقى الكلاسيك، بيوظفها جوه الأفلام بشكل أو بآخر، يربط بيها مكان، ينقلنا من مكان لمكان من خلال الموسيقى. يعني مثلا ما يقدم موسيقى أمريكان في عند الانتقال من مشهد لأمريكا، يعني البطل مسافر لأمريكا فيحط لنا مثلا موسيقى لجيرشوين مؤلف كلاسيكي أمريكي. فيعني كان بيربط دايما. حتى المؤلفين اللي أنا اشتغلت عليهم في الكتاب 15 فيلم لخمس مؤلفين موسيقيين، إبراهيم حجاج وعلي إسماعيل وفؤاد ظاهري وجمال سلامة عمر خيرت طبعا مع حفظ الألقاب، فكان يعني بيبرز كل واحد منهم، هم دول درسين موسيقى كلاسيكية، درسين موسيقى بشكل تخصص. فاعتمد على الموسيقى حتى في يعني الشكل الموسيقى بتاعتهم، رغم ان هم مؤلفين مصريين بس الموسيقى بتاعتهم كانت بتعتمد برضو على شكل الى حد ما الفورم او الشكل واستخدامات الآلات الشكل الكلاسيكي. يعني نقدر نقول ان الموسيقى بتاعت يوسف شاهين كانت هي الممثل رقم واحد في افلامه. الحقيقه طبعا طبعا الموسيقى في افلام يوسف شاهين ليها دور كبير ودور جوهري في نجاح الافلام. تمام دكتوره رانيا، انها ادتنا الفرصه دي لان على مستوى العرب الوطن العربي كله ما حدش بيهتم بالموسيقى التصويريه، حتى في المهرجانات وزاره الثقافه في عفريت أولا بقابلهم أقول لي يا أخي خلي عندك دم، هو في فيلم تشيل منه الموسيقى غير تحسه؟ أي فيلم يعني لازم تعمله جايزة الموسيقى دي زي الأوسكار، مش ممكن يعملوا أوسكار من غير جايزة الموسيقى.